وللمزيد من التفاصيل حول الفساد في الأجهزة الأمنية وإعادة تدوير المخدرات المضبوطة لصالح بعض الضباط والمسؤولين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك معنا. يا مرحبا، سلام. كيف يمكن قراءة تصريح النائب عدنان الجحيشي من أن المخدرات التي تضبط تقوم وزارة الصحة بإرجاعها إلى تجارها بعد طحنها وإعادة تدويرها؟ نعم، بالتأكيد، يعني بالنظر إلى تصريح هذا النائب الذي يعتبر قريب من إدارة الدولة وطريقة عمل الوزارات والأجهزة المختصة بعملية مكافحة تفشي آفة المخدرات في المجتمع العراقي، هذا يعني تكلم بجزء من الحقيقة التي يحاول سياسة اليوم في العراق تجاهلها أو القفز من فوقها والاستمرار بالإنكار بأن العراق اليوم يعني وقع بين فكي كماشة المخدرات وبين فكي كماشة تفشي السلاح وهيمنة الميليشيات وهيمنة العصابات على المناشط الحدودية. فالنائب الجحيشي بالفعل تكلم بجزء من هذه الحقيقة، وهي أن المواد المخدرة التي يتم ضبطها من خلال المتاجرين والمتعاطين بها يتم تخزينها في مخازن تابعة لوزارة الصحة على أمل أن يتم إتلافها لاحقا، لكن الذي يدري هو أن هذه المواد يتم تسريبها من هذه المخازن وإعادتها إلى المتعاطين وإلى المتاجرين بها بطرق أخرى تحت عناوين تحويل هذه المواد المخدرة إلى مواد تدخل في صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات. أستاذ أحمد، من هي الجهات المتورطة في ذلك؟ أنت قلت عملية تسريب، يعني إما أن تقوم وزارة الصحة بذلك أو أن هناك أجهزة ما في الدولة وخاصة الأجهزة المعنية مثل أجهزة مكافحة المخدرات، المباحث، يعني الأجهزة المعروفة التي تقوم بهذه المهام، هل هناك ثمة جهات متورطة؟ نعم، بالنظر إلى التقارير الصحفية التي اشتغلنا بها سابقا وأيضا التي عمل بها زملائنا من الصحفيين في الوكالات الأخرى، هنالك معلومات أكيدة، وبالإضافة إلى ذلك هنالك شخصيات أمنية حاليا هي تحت رهن الاعتقال بعد أن ثبت تورطها بعملية تسريب هذه المواد المخدرة، أو أيضا عملية التلاعب بقضايا المتاجرين بالمخدرات، حيث يتم اعتقال على سبيل المثال التاجر الفلاني لاتهامه بالمتاجرة بكميات كبيرة من المخدرات، ولكن بعد يوم أو يومين يقوم هذا التاجر بدفع مبالغ مالية طائلة للضباط المسيطرين على هذه الدوائر، ويتم التلاعب بأوراق تحقيقية وتغيير حيثيات القضية من أجل السماح له بالحصول على الإفراج النهائي أو الإفراج المشروع. نعم. لذلك الأجهزة الأمنية التي تشرف على عملية مكافحة المخدرات للأسف هنالك ضباط غير مزيحين، هنالك ضباط متورطين بالفعل بعمليات التستر وعمليات التغطية على المتاجرة وتعاطي المخدرات. يعني هذا الإجراء الذي تحدث عنه النائب الجحيشي وتفضلت بالحديث بتفصيل أكثر، ألا يجعل بعض دوائر وأجهزة الحكومة شريكا في تجارة المخدرات والترويج لها وحماية مافياتها؟ لأن الذي يعيد تدوير المخدرات بلا شك ولا يحاربها في الحقيقة. يعني نعم نعم، للأسف يعني هنالك اليوم بالحقيقة إقبال من بعض الضباط في وزارة الداخلية من أجل الحصول على مناصب في مديرية مكافحة المخدرات ومديرية الجرائم الاقتصادية وغيرها من المديريات التي هي تابعة لوزارة الداخلية،
لأن في هذه المديريات تجري أكبر عمليات وأكبر الصفقات المالية. اليوم الضابط الذي يباشر الدوام في هذه المؤسسات تجده بعد سنة أو سنتين يركب أفخم السيارات ويشتري أفخم القصور في أحسن مناطق العاصمة بغداد، وهنالك علامات استفهام حول الأموال التي يمتلكها هؤلاء الضباط من أين تأتي. الجواب للأسف هو أن هؤلاء الضباط متورطون بعمليات تغطية على المتعاطين بالمخدرات. إذا ما علمنا بأن عملية تفشي المخدرات تقودها مافيات كبيرة وكبيرة جدا، أصبح لها نفوذ اقتصادي ونفوذ سياسي، بل أنها ترتبط ارتباط وثيق ببعض الميليشيات وكل الميليشيات اليوم التي تسيطر على المنافذ الحدودية في البصرة وفي المنذرية وأيضا في غرب العراق. هنالك تصريحات واضحة وصريحة من وزارة الداخلية من أن عمليات تهريب المخدرات تجري من خلال عدة طرق، أبرزها هي الطرق البرية عن طريق منفذ المنذرية وأيضا منفذ القائم، حيث يتم تصنيع المخدرات في لبنان وفي سوريا ومن ثم تصديرها إلى العراق، ويقوم بإدخالها ميليشيات وضباط متورطين بهذه العملية عن طريق طرق برية غير ميسمية وغير رسمية يتم إدخالها إلى العراق على شكل بضائع تجارية. أشكرك جزيلا الصحفي من بغداد أحمد الجميلي.